احنا لازم نعمل كام صوان كبير نلم فيهم الناس. انت بتخرف بتقول ايه؟ السرادق الواحد هيتكلف كذا الف. امال هنلتقي بالجماهير ازاي؟ نحن الاهلي. والله بيتكلم كلام مظبوط. وليه؟ بقول يعني بدري احنا ما نكلف نفسينا ونعمل صوان، نستغل الصوانات بتاعت المرشحين التانيين. نحن الاهلي. بالظبط كده. الشريعة يا إخواني هي الحل، وسأعمل يا إخواني على ترميم المساجد ونشر الدعوة، زيادة التعليم الديني في كل المدارس والجامعات. تسقط الحكومة الغاشمة، تسقط المعارضة الخائنة، والويل للكفرة. إخواني المسلمين، أخواتي المسلمات، هذا الرجل يدعو لترميم المساجد، وهذا لا يكفي. فإذا كانت القاهرة بلد الألف مئذنة، فلتكن الأسكندرية بلد الخمسة مليون مئذنة. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. إيه ده؟ من سمح لهما بالكلام؟ نحن نطالب مناظرة إسلامية بيننا وبينكم، والأمر شورى لأمة الإسلام. اخرصي يا فاجرة، لعن الله المرأة المتبرجة والناجس، وخابت جماعة ولت عليها النزاع. اطردوهم برا، اطردوا الزنادقة دول برا. من منا زنديق؟ هذا الرجل يدعو إلى نشر التعليم الديني، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بغلق جميع المدارس والجامعات لأنها تفتن الشباب. هذا الرجل يدعو لمنع البيرة والخمر، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بمنع البيرة والخمر والمياه المعدنية والكازوزة والعصائر، خصوصا عصير القصب. ونريد منع أيضا السينما والمسرح والتلفزيون والسلمون والبسطرمة، وتجنب الفول المدمس لأنه يفسد العقول. والله ولي التوفيق. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. بره، اطردوهم بره، زنادقة كفرة. أدعي عليكم دعوة وأجيب أجلكم. دول داخلين علينا، خرجونا من هنا. اثبتوا يا نساء. الموضوع محتاج تراجع تكتيكي. تكتيكي؟ انسحاب. يسعدنا ويشرفنا بأن يكون بيننا ثلاثة من السادة الوزراء المخلصين، جاءوا خسيسا لمعاصرة أبناء الإسكندرية البررة. الأستاذ الدكتور واصل عبد الحميد، ورجل المواقف والمبادئ الأستاذ رسم الواثق، أنا مش هقول وعود. إحنا بتوع مشاريع كلها لخدمة أهالي اسكندرية، وكمان مش هتكلم عنها. هسيب السادة الوزراء هم اللي يتكلموا عنها ويقولوا إزاي هينفذوها بعد ما ننجح في الانتخابات أنا والدكتور واصل إن شاء الله. عاش الجمل، عاش الهلال. عاش الجمل، عاش الهلال. عاش تحالف الجمل مع الهلال. عاش تحالف الجمل مع الهلال. عاش الجمل، عاش الهلال. عاش الجمل، عاش الهلال. عاش تحالف الجمل مع الهلال. عاش تحالف الجمل مع الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. عاشت الحكومة وتسقط المعارضة. يحيى الحزب الميري. يحيى الحزب الميري. شكرا شكرا. فلتحيوا معي المسؤولين الشرفاء، رجالات مصر الأوفياء، السادة الوزراء. حيوا معي. مين دول يا رسم؟ ده ولد هلفوت بيشتغل عندي، نازل انتخابات. أنا وقفته عن العمل، والبنت اللي معاه دي نازلة فئات. فليحيا الوزراء الأحرار. على إذنك بس سيادة الوزير. الجردل وكرك يا إخواني في صف الحكومة، فانتخبوهم وانتخبوها، وعاش التحالف مع الحكومة.
نزلوا الهلافيت دول ان شاء الله بالقوه. لا لا بلاش العنف ده والوزراء قاعدين. نحن نطالب بمناظره ديمقراطيه امام الجماهير لتعرفوا من هو الاقدر بالدفاع عن الحكومه، نحن ام هؤلاء؟ عاشت حكومه الشعب وعاش شعب الحكومه. فالحكومه يا اخواني لابد لها من شعب تحكمه، والشعب لابد له من حكومه تشكمه. فهنيئا للحكومه بالشعب وهنيئا للشعب بالحكومه. عاشت الحكومه للشعب وعاش الشعب من اجل الحكومه. ونحن نعلم جميعا ان الشرطه في خدمه الشعب. فحيوا معي رجال الشرطه الاحرار. عاش تحالف الشرطه مع الشعب. عاش تحالف الشرطه مع الشعب. الله اكبر والنصر للشرطه. الله اكبر والنصر للشرطه. المهيطه يا بلاش بس الشرطه ما تحبسناش. المهيطه يا بلاش بس الشرطه ما تحبسناش. يلا يلا معقولة اللي بتقوله ده؟ ده اللي حصل. تعالي معايا. شفتي صورك انت بس؟ يا خرب بيتك يا عديلة، هي دي الحملة يا نزيه اللي دفعت فيها دم قلبي؟ مفيش غيره اللي عملها. بخيت بخيت ضمك لصفه علشان يقضي عليكي نهائيا. ازاي انا ما فكرتش في الحكاية دي؟ بس اطمني ملحوقة بخيت. بخيت عايزك في كلمتين. ايه في يا عديلة؟ هنا ما ينفعش، تعالى الكابينة. هكمل دلوقتي انا تعبان. هستناك في الكابينة وما تتأخرش. كنت عايز ايه؟ اخر ستات دول محدش يعرف مزاجهم ابدا. كنت عايز ايه والنبي؟ خلي بالك انت، بركة فيك يا خمس. خلي بالي وده وقته. يلا يا اخوانا يلا، الراجل راح يشوف حاله. انتوا خلصتوا الشوارع بتاعتكم ولا ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يا نهار اسود، خيانه! انقذوا الثوره يا رفاق، اقضوا على الاستعمار والرجعيه والصهيونيه والفلانيه. هجوم هجوم حبكت يعني دلوقتي؟ ثواني واجهز لك يا جميل. ايه ده؟ في حاجة اتكسرت عندك؟ لسه، لكن هتتكسر ان شاء الله. واحد غيره ما ينفعناش. ايه ده؟ ده انت حالتك صعبة قوي. ثواني هحضر كاسين. المراية طاقت، يلا خدت الشر وراحت.
عشان عندنا شغل. ها ايه بنت مالك في ايه بقى؟ انا تخليهم يقطعوا صور يا بخيت؟ طب خد واقطعها ليه يا بنت الناس؟ ده انت فات وانا عمال، انا ماليش صالح. هتطلع هيحصل يا حبيبتي. ده بعيد عن شنبك يا حبيبي. ربنا فرحانه بشويه ترابيط وكعك وسلازيه بتاعك. انت اللي فرحان بشويه السيئه اللي بتقعد معاهم على القهوه. احنا شايبك في سياسه، تفهم ايه؟ انت يا دوبك كفايه عليك تفهم تحط فيشه فيشه فريزه فريزه، هو ده اللي تفهم فيه بس. ما تخليك في حالك انت يا قمله بتاعت المطالعه، ده انت يا دوب كفايه عليك فتحه ونصبه. في ايه؟ فتحه ونصبه؟ اسمع ما اقول لك، انا ما يهمنيش اني اكسب، لكن يهمني اني اجيب اصوات اكتر منك علشان اذلك. اذلك وسط اصحابك. انت لو تجيب اصوات اكتر مني انا ارمي نفسي في البحر. ليه؟ مش مكسوف على دمك وهما بيدينك الجردل يا جردل؟ ما تقليش ادبي ككنكة. مين فينا اللي بيقل ادب؟ خلاص انا هوريك. لا بقى، انت رزقك مش فايتك. يلا بنت امشي من هنا، امشي من هنا. امشي منين؟ بتطردني من سراية ابوك؟ امشي اطلع بره، ما تورينيش وشك. بقول يعني انت اللي وشك اللي عادل، انت وشك يقطع الخميره من البيت يا بنت صندوق. انا اللي وشي يقطع الخميره من البيت يا مهيطل، يا تمن يا ندل يا سافل، بكرهك بكرهك. يا بنت قلت لك انا ماليش صالح بتاع التصور. بكرهك بكرهك، ما تبوسنيش. انا مش عايز ابوسك، انا عايز اقول لك ان في حد من مصلحته ان هو يوقع بينا بيت. حسدونا بخيت. حسدونا. سامحني يا حبيبي. انا اللي عايزك تسامحيني. خلاص من بكره انا هتنزل عن المنتخب. لا اوعي تتنازل، انا اللي هتنازل. لا يا بخيت، وراء كل عظيم امراه. انا هو وراء كل رجل. مرشح كبير قوي وعايز اتحالف مع الاستاذ عديلة. والله احنا من حيث المبدا ما عندناش مانع، بس مين هو المرشح ده؟ اتفضل معانا وهيقابلك بنفسه. قوي قوي، بس على الله يكون الاتفاق مرضي. اتفضل اتفضل.